Nu blir den stående og synger gjerne med. Her Ja, vi elsker. بين منتخب النرويج وبنما المنتخب النرويجي يلعب بأربع أربعة اثنين بقيادة لارث الذي ذكرته منذ قليل المدرب الكولومبي مدرب بنما اللي يلعب بأربعة واحد أربعة واحد التشكيلة التي يراها مناسبة بقيادة البنمي بنيدو توريس ماشادو للتشكيلة التي إذن الهدف الأول من الكينغ شوف اختطف الكرة بالرأس شوف السرعة هنا استطاع أن يمر من لاعبين اثنين بسهولة كبيرة نبيل حاولت الوقوف على كل حالة وعلى تحرك الخط الدفاعي لا سيما من لاعب من القائد توريس شوف السرعة واستطاع أن يرفع الكرة وأن يسكنها في المكان المناسب طبعا تحرك لم يكن سليم اذا جوشوا كينغ يمضي الهدف الاول 26 عام لعب بورنموث ثلاث مواسم مع بورنموث لعب لي بلاك بيرن لعب لي هال سيتي لعب لي بوريسيا مونشنغلادباخ لعب لي مانشستر يونايتد يعني لاعب له خبره له تجربه وله حس كروي متميز تلعب الكرة على شكل تماس طويل باقي الكرة في أخطاء في إخراج الكرة ولحسن الحظ هذه المرة تنتهي بعيدة بعيدة في الانضباط التكتيكي تعتمد على الانضباط الحركي الذي يسمح بتطوير اللعبة بشكل أفضل كرة من النرويجيين ترفع الكرة في القائمة الثانية لكنها مستوى الصندوق الكل يتدبر الأمور من أجل الحصول على الأفضل بينما هو على التدخل القوي في هذه الكرة يمكن تسترجع الكرة لصالح المنتخب النرويجي ممتازة العملية ترفع الكرة لا فضل يلعب الكرة نصف عالية لكنها تنتهي بعيدة كانت فرصة والتصويبة القوية على هذه القنبلة التي أرسلها اللاعب ردها الحارس بقوة التصويبة كانت من إسكوبار The ball for Sorloth by Meeling and Kamara. What, 4 yards out? He'll be so disappointed not to find the roof of the net here. And hit him just below the knee. Really good play by Panama nil. Thank you.